في سياق آخر ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد رمزي الرميح المستشار السابق بالجيش الوطني الليبي. أهلا بك سيد رمزي. أهلا بك يا أستاذة نانسي، وأهلا بكل متابعي ومشاهدي تي بي سي إكسترا نيوز. أشكرك شكرا جزيلا. يعني دعني أبدأ بتعقيبك على أهم الرسائل التي أتت بالأمس في لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مشايخ وقبائل ليبيا. أولا أختي الكريمة، دعيني أشير إلى نقطة مهمة جدا. تفضل. ربما الكثير لم يشاهدها ولم يعلمها، وأنا أخذتها من مشافهة من مصدر من أحد الشيوخ الذين كانوا حاضرين الرئيس، حاضرين لقاء الرئيس. نعم. وأنا كنت معهم بعد أن انتهى اللقاء. أكد لي الشيوخ الذين قابلهم وتشرف بمقابلة الرئيس السيسي بأنهم التقوا بالرئيس 5 ساعات. هذه ال5 ساعات ربما مرت مرور الكرام على الإعلام والمتابعين، ولكن نحن ندقق في كل شيء. الرسالة الأولى أن هذا الرجل النبيل الشهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكل يعلم أنه رئيس جمهورية مصر العربية بثقلها الدولي والإقليمي، لديه من الهموم والمشاغل ما يكفيه داخل مصر وخارج مصر. هذا الرجل أعطى من وقته الثمين، من وقت الرئاسة المصرية، 5 ساعات كاملة من الـ11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، التقى بالشيوخ، استمع إليهم، استمعوا إليه، ثم ذهب معهم إلى وليمة الغداء وجلس معهم وسمع منهم أيضا ثم ودعهم. وبالتالي أول رسالة، الكرم المصري كان بلا حدود. وقت الرئيس المصري ثمين جدا، ولكنه أعطى هذا الوقت وهذا الجهد للقاء المشايخ والأعيان ليستمع إليهم ويستمعوا إليه. النقطة الثانية أختي الكريمة، وهي رسالة واضحة ومهمة جدا محليا وإقليميا ودوليا، أن مصر عبر تاريخها الكبير المشرف العريق هي داعية سلام ومحبة وود ووئام. الخط الذي حدده الرئيس السيسي قال بكل وضوح، وكما يقولون علماء اللغة، لا اجتهاد مع صراحة النص. كلام الرئيس السيسي لا يحتمل التأويل ولا التفسير ولا التحريف. الخط الذي قام الرئيس السيسي بتلاوته وذكره هو دعوة للسلام وليس دعوة للحرب. صحيح. وهذا ما أكد عليه السيد الرئيس بالأمس. نعم أختي الكريمة، ولهذا السبب يعني نقول للعالم الذي يدعي أنه يريد السلام، الرئيس السيسي أتى لكم بالسلام في ليبيا على طبق من ألماس، على طبق من ذهب. الرئيس السيسي يعي جيدا ما يقول، قال لكم بالحرف الواحد بالبونت العريض، إذا تريدون سلاما وأمنا واستقرارا ووئاما وانتشال ليبيا من المستنقع الوحل الذي وقعت فيه في 2011، ها هي مصر الكنانة تقدم لكم الروشيتا التشخيص، فلتقف القوات المسلحة الليبية. وللعلم وللأمانة، القوات المسلحة الليبية تعهدت إقليميا ودوليا وهي تفي بتعهداتها في الوقوف عند الخط الذي تم تحديده، سيرة الجفرة. نعم. على الطرف الآخر أن يحترم نفسه ويحترم التعهدات الدولية ويحترم قرار مجلس الأمن، إن كنا ندعي احترام المواثيق والأعراف الدولية، القاضي بهدنة 90 يوم ونبدأ في تطبيق خطة عقيلة الصالح التي عرضها على الشاشات وتبنتها مصر وبركتها روسيا وأمريكا وما إلى ذلك. وبالتالي نحن نقول بكل أمانة وتجرد وشفافية، من يريد السلام فنحن أهل السلام، ومن يريد الحرب وتهديد الأمن القومي المصري الليبي فنحن أهلا لهذه الحرب،